السلام عليكم ورحمة الله، معكم الدكتور أحمد عادل عابدين في الحلقة الرابعة من اندودونتيك ان رمضان. في الحلقة دي زي ما اتفقنا في الحلقة اللي فاتت هنتكلم عن اكسس كافيتي بريبريشن، هنتكلم عن ازاي تعرف تعمل اكسس كافيتي بريبريشن بشكل صحيح، دو ات كوركتلي، تمام. وكنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن الكيسز اللي بتجينا العيادة وازاي نعرف نشخصها وازاي نعرف اذا كانت الحالة دي او الكونديشن دي او الكيس دي هتحتاج اندو تريتمنت ولا لا. هتلاقوا اللينكات في وصف الفيديو تحت، وكمان ممكن تظهر لكم في علامة الاي فوق ازاي تعرف تشخص كل حالة تجيلك العيادة. يلا بينا نبدأ. Access cavity preparation do it correctly. في البداية كده وقبل ما نتكلم عن الاكسس كافيتي لازم تكون عارف كويس ايه هي الـ components of the pulp cavity او مكونات الـ pulp cavity، لانك لما كنتش تعرفها كويس يبقى وانت شغال في التوث وبتعمل اندو تريتمنت هتعمل كوارث، لانك مش عارف اصلا انت شغال على ايه او مش عارف انت داخل تعمل ايه. يبقى بالتالي لازم تعرف مكونات الـ pulp cavity. قبل ما تعرف تعمل اكسس كافيتي لازم نتكلم عن مكونات البالب كافيتي. طبعا احنا عارفين ان البالب بيتكون من جزئين رئيسيين وهما البالب تشامبر والروت كانالز. البالب تشامبر دي موجوده في الاناتوميك كراون بتاع التوث، يعني اللي هو الجزء الظاهر من التوث في الاورال كافيتي، بس احيانا ممكن يحصل لها اكستنشن للكورونال ثيرد اوف ذا توث، الكورونال ثيرد اوف ذا روت، اسف الكورونال ثيرد اوف ذا روت ممكن. والروت كانالز دي طبعا موجوده في الروت، لكن مش دي بس المكونات بتاعت البالب كافيتي، لا ده في حاجات تانية كتير زي البالب هورنز، الاكسسوري كانالز، اللاترال كانالز، الفوركيشن كانالز، الاورفيسز، الاثمس، الابيكال فورامينا، وبلاد فيسلز، ونيرف اندينجز، وحاجات تانية كتير هنتكلم عنها بالتفصيل الممل. وكمان من الحاجات المهمة واللي لازم تكون عارفها وفاهمها ان شكل البالب كافيتي بيكون مطابق في اغلب الاحيان للشكل الخارجي بتاع التوث. طب لحظة، انا ليه قلت في اغلب الاحيان؟ هو مش دايما بيكون مطابق للشكل الخارجي بتاع السنة؟ لا مش دايما. ليه؟ لان في حاجات كتير بتغير شكل البالب كافيتي زي الايجينج او التقدم في السن، زي الباثوسيز او الامراض يعني او المشاكل ممكن تكون في التوث زي الكيبز مثلا، زي التروما، زي الاوكلوجن، وحاجات تانية كتير. الحاجات دي لازم تبقى فاهمها وعارفها وحاططها في عقلك وانت بتعمل اكسس كافيتي. ليه طيب؟ لان لو قلنا مثلا انك بتعمل اكسس كافيتي لتوث عند شخص كبير في السن، الحاجات او البرنسبلز بتاعت الاكسس في الحالة دي هتبقى مختلفة عن شخص ادلت، عن مختلفة عن تشايلد لو انت مثلا تشتغل لطفل وهكذا. فلازم تبقى فاهم ان المورفولوجي بتاع البالب كافيتي مش دايما بيكون مطابق للاكسترنال كونتور بتاع التوث. طيب لو جينا بقى اتكلمنا عن الاكسسوري كانالز هنلاقيها عبارة عن كانالز صغيرة بتمتد سواء هوريزونتالي او فيرتيكالي او لاترالي من البالب سبيس لغاية ما توصل للبيرودونشيوم. طيب بتكون موجودة فين بقى؟ تقريبا 74% من الحالات بتكون في الابيكال ثيرد بتاع الروت، و11% في الميدل ثيرد، و15% في السيرفايكال ثيرد بتاع الروت. طيب عشان ما نضيعش بس وقت الحلقه، لو عايزين تفهموا الاكسسوري كانالز بالتفصيل انا هسيب لكم في وصف الفيديو لينك مقال عظيم شارح الاكسسوري كانالز بالتفاصيل الممله، يا ريت تشوفوه وتقروه كويس خالص، هيفهمكم الاكسسوري كانالز بالتفصيل الممل عشان بس ما نضيعش وقت الحلقه في الكومبوننتس بتاعت البالب كافيتي عشان نلحق بس نتكلم عن الاكسس كافيتي. مبدئيا كده هو احنا ليه اصلا بنعمل اكسس كافيتي او ايه الهدف الاساسي اللي عاوز اوصل له من الاكسس كافيتي؟ الهدف الاساسي منه هو اني اعمل دايركت اكسس للكنال اورفيسز، او ان انا اعمل ستريت لاين اكسس للابيكال فورامين. وعشان كده لازم في البدايه ابقى فاهم شويه مبادئ اساسيه هتساعدني وانا بعمل اكسس كافيتي وهتخليني اعرف بسهوله اوصل للاورفيسز بتاع الكنال
وكمان اعرف احدد نوع الكنالز. لا ثواني ثواني، يعني ايه نوع الكنالز؟ هو في انواع للروت كنالز؟ ايوه في انواع للروت كنالز، وتعالى نتكلم عنهم شويه قبل ما نكمل الاكسس كافيتي. لما نيجي نعمل اكس راي لاكثر من توث بنشوف اشكال مختلفه من الكنالز، والاشكال او الانواع المختلفه دي هي اللي خلت عالم اسمه واين يعمل كلاسيفيكيشن جميله جدا بتوضح انواع الروت كنالز، وبتساعدنا ان احنا نعرف نوع الكنالز اللي هنشتغل عليها من البدايه. الكلاسيفيكيشن دي بتقسم لي الكنالز لفور كنالز رئيسيين، وهما اول حاجه تايب 1، ودي بتكون عباره عن كنال واحده بأورفيس واحد بتطلع من البالب تشامبر لغايه لما بتوصل للايبكس، ده تايب 1. تايب 2 دي بتكون تو كنالز بدايه من البالب تشامبر، وكل واحده لها اورفيس لكن بيلتقوا قبل الايبكس بشويه وبينتهوا على انهم كنال واحده بايبكال فورمين واحد، تمام؟ دي تايب 2. تايب 3 بقى، ودي بتكون تو كنالز برضو بدايه من البالب تشامبر لغايه لما بتوصل للايبكس بيكملوا على انهم تو كنالز ومش بيلتقوا ابدا. يبقى الفرق ما بين تايب 2 وتايب 3 ان تايب 2 بيلتقوا قبل الايبكس بشويه وبيطلعوا على انهم كنال واحده، انما تايب 3 ما بيلتقوش، بيبداوا على انهم تو كنالز ولغايه الايبكس بيوصلوا على انهم تو كنالز. تايب 4 بقى، ودي بتكون كنال واحده بتطلع من التشامبر وبتكمل لغايه قبل الايبكس بشويه وبتنقسم لتو كنالز منفصلين. كنال واحدة بأورفيس واحد من البالب تشامبر، وقبل ما بتوصل لنهاية الايبكس او لنهاية الروت بتنقسم وبتديني تو كنالز بيطلعوا كل واحدة فيهم لها ايبكال فورمن منفصل عن التانية. دي الواين كلاسيفيكيشن او التقسيمة اللي بتحدد لي انواع الروت كنالز اللي بشوفها في الاكس راي واللي هشتغل عليها واللي لازم ابقى عارفها قبل ما اشتغل عشان ابقى عارف نوع الكنال ان انا هتعامل معاها في الاندو تريتمنت. طيب بعد ما عرفنا الانواع اللي ممكن اشوفها للروت كنالز، لازم اعرف شويه مبادئ او شويه تيبس اند تريكس هتساعدني قبل ما ابدا الاكسس كافيتي عشان اعرف اعمل ديترمينيشن اوف اورفيس لوكيشن، وكمان اعرف نوع الكنال قبل ما اعمل اكسس. لو عملت اكسس ولقيت الاورفيس واحد موجود في السنتر بتاع الروت، يبقى تعرف ان الروت ده فيه كنال واحدة بس، او ان التوث دي فيها كنال واحدة بس. لو لقيت الاورفيس في السنتر بتاع الروت، وركز في كلمة في السنتر، لو ما كان موجود في السنتر يبقى الروت ده او التوث دي فيها كنال واحدة بس، زي مثلا الابر انتيريورز مثلا. طيب لو فتحنا الاكسس ولقينا اورفيس واحد برضو بس ما كانش موجود في السنتر، يبقى هنا اكيد اكيد في اورفيس تاني على الاوبوزيت سايد بتاع الروت ده او بتاع التوث دي. ده بالنسبه للتيث اللي ببقى شاكك اذا كانت فيها كنال واحده او اكتر، وكمان بالنسبه للروت برضو اللي ببقى شاكك هل هو فيه كنال واحده او اكتر. طيب برضو لو لقيت تو اورفيسز، يبقى لازم اخد بالي من المسافه بينهم، المسافه ما بين التو اورفيسز. ليه؟ لانها بتحدد لي شكل الكنالز جوه الروت. ازاي بقى؟ كل ما كانت المسافه ما بين التو اورفيسز اقرب، كل ما كانت فرصه ان التو كنالز يلتقوا جوه الروت بتكون اكبر. يعني ممكن تديني كلاس 2 زي ما احنا لسه قايلين في الواينز كلاسيفيكيشن، اللي هو بيكونوا 2 كانالز بيطلعوا من التشامبر على كل واحده فيهم لها اورفيس وحدها وبيلتقوا قبل الايبكس بشويه، بيلتقوا قبل الايبكس بشويه وبيدوني كانال واحده اللي هي تايب 2. في الحاله دي ممكن لو لقيت ان في 2 اورفيسز في الروت او في التوث، وتكون المسافه ما بينهم اقرب، فرصة ان التو كنالز دول يلتقوا جوه الروت ويدوني تايب 2 بتكون اكبر بكتير. وكل ما كانت المسافة ابعد كل ما كانت فرصة التقائهم اضعف،
ويبقى التو كانالز طالعين من الشامبر، على كل واحده فيهم لها اورفيس وحدها، لغايه لما بيوصلوا للايبكس ما بيلتقوش ابدا، زي ما احنا قلنا في الوايز كلاسيفيكيشن دي بتبقى ايه تايب 3. طيب برضو كل ما كانت المسافه ما بين التو اورفيسز اكبر، كل ما كان الكيرفيتشر بتاع الكنال جوه الروت اقل بكتير. يبقى لازم اخد بالي من الاورفيس لوكيشن وكمان الديستانس ما بين التو اورفيسز لو كان في تو اورفيسز جوه الروت او جوه التوث. انا بقى في الميد روت بورشن او في المنطقه بتاعت نص منتصف الروت، هنلاقي ان في حاجات بتقابلنا جوه الكنال، اشهرها وهو الاثمس. اثمس اللي هو عباره عن ايه؟ الاثمس ده عباره عن نارو كوميونيكيشن، نارو كوميونيكيشن او اتصال ضيق بين تو كانالز، بيكون ريبون شيبد، ريبون شيبد او على شكل شريط. يعني الاثمس ده برضو زي التو كانالز اللي هو بيوصل ما بينهم، بيحتوي على بالب تيشوز، وبالتالي المفروض ان انا لما باجي انظف التو كانالز او بعمل لهم كليننج وشيبنج لازم برضو اهتم بالاثمس لانه بيحتوي على بالب تيشو، تمام. ولو في بكتيريا في التو كانالز بتوصل برضو للاثمس، وبالتالي انا لو اهتميت بالتو كانالز ونظفتهم وما اهتمتش بالاثمس هتفضل البكتيريا ستيل جوه البالب كافيتي. طيب الاثمس ده برضو ليه انواع مختلفه اللي هي ايه بقى؟ مبدئيا كده تايب 1، وده بيكون incomplete communication، incomplete communication او اتصال غير مكتمل بين تو كانالز، وبيكون faint communication. يعني ايه faint؟ يعني باهت او مش ظاهر او ما بشوفهوش، تمام. ده تايب 1، وخلي بالك ما بين تو كانالز. طيب تايب 2 ده بيكون بقى complete communication، ده الكوميونيكيشن اللي انا بشوفه وبيكون ظاهر بين تو كانالز برضو، وبيكون واضح وشايفه بعيني ويعني واضح قدامي. طيب تايب 3 ده بيكون برضو كومبليت كوميونيكيشن، ولكن بيكون شورت كومبليت كوميونيكيشن. يعني ايه؟ يعني اتصال ضيق وصغير قوي ما بين تو كانالز. تايب 4 ده بيكون كوميونيكيشن بس مش بين تو كانالز بقى، لا ما بين 3 or more. يعني ايه؟ يعني ما بين 3 كانالز او اكتر، مش 2 كانالز، وبيكون كومبليت او انكومبليت. تايب 5 هنا انا بشوف 2 كانالز 3 كانالز او اكتر، بس ما بشوفش بينهم اي كوميونيكيشن، ما بشوفش بينهم اي كوميونيكيشن. يعني ما بشوفش هنا في تايب 5 ما بشوفش اثمس. يعني انت لو عملت اكسس وشفت الاوفيسز وشفت الكانالز وما شفتش ما بينهم اي كوميونيكيشن، يبقى هنا ده الاثمس ده في التايب 5. الكلاسيفيكيشن دي اسمها كيم اند كوليدج كلاسيفيكيشن اوف اثمس تايبس. الاثمس ده بقى يساعدنا انا في الاكسس كافيتي ازاي؟ احنا قلنا ان هو كوميونيكيشن ما بين تو كانالز. لو انا فتحت اكسس وقدرت اوصل لأوريفيس بتاع كنال وشفت الاثمس ده، هقدر من خلال الدايركشن بتاع الاثمس ان انا اعرف مكان الكنال التانية. فلو قدرت اعمل تراكن او تتبع لي الدايركشن بتاع الاثمس، هقدر اوصل للكنال التانية بسهولة، وهبقى مور كونزرفاتيف وانا شغال. يعني مش هشيل من التوث ستراكشر اكتر من اللي انا محتاجه، لاني في الحالة دي انا هبقى تتبعت الدايركشن او الخط بتاع الاثمس، وهقدر اوصل للكنال التانية اللي هو عامل معاها كوميونيكيشن. طيب تمام كده انتهت حلقتنا النهاردة في الاكسس كافيتي بريبريشن. الحلقة الجاية ان شاء الله هنتكلم عن كل الستيبس بتاعت الاكسس كافيتي بكل التيبس اند تريكس اللي ممكن نقولها فيها واللي هنحتاجها فيها، وهنتكلم زي ما قلنا عن كل الستيبس اللي فيها وكل الانسترومنتس اللي بنستخدمها فيها، وهنجاوب عن كل الاسئله اللي ممكن تخطر على بالكم في الاكسس كافيتي بريبريشن. بس انا عندي رجاء خاص،
اي حد عنده اي سؤال في الاكسس كافيتي بريباريشن يا ريت يكتبه في الكومنتس عشان نتكلم عنه او نجاوب عنه في الحلقه الجايه ان شاء الله. والحلقه الجايه هتكون اخر حلقه في الاكسس كافيتي، وعشان الحلقه اللي بعدها هنبدا نتكلم عن الكليننج اند شيبنج. اشوفكم على خير ان شاء الله، يا ريت تسمعوا الحلقه دي كويس خالص وتراجعوها كويس خالص عشان هتكون مرجع للحلقه الجايه باذن الله. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.